مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية في مجال الآداب والأخلاق الإسلامية، الجزء الأول، فضل الإنفاق على الأقارب، في صفحة الكتاب رقم 148. أهدافنا لهذا الدرس: يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تبين أهم عناية الإسلام بالعلاقات الاجتماعية، وتوضح مفهوم النفقة على الأقارب، وتستنبط فضل الإنفاق على الأقارب. ننتقل إلى التهيئة في صفحة الكتاب 148. نقرأ الحديث النبوي الشريف عزيز الطالب، ثم نجيب على الأسئلة التي تليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أي يبارك له في عمره، فليصل رحمه. من هم الأرحام؟ هم الذين بينك وبينهم صلة قرابة. أذكر فائدتين من فوائد صلة الرحم: بسط وكثرة الرزق، يبارك للمسلم في عمره ويبقى ذكره الجميل بعد موته، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ينسأ له في أثره. ننتقل إلى أهدافنا لهذا الدرس في صفحة الكتاب 149. نبين عناية الإسلام بالعلاقات الاجتماعية. اعتنى الإسلام بالعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وضح ذلك. استعن عزيز الطالب بكتابك المدرسي وأجب معي عن هذا السؤال. نعم، بارك الله فيكم. تعد الأسرة في الإسلام هي النواة المركزية في المجتمع، وتعتبر الأسرة الإطار الذي يطبق من خلاله قيم الإسلام وأحكامه القائمة على التعاون. الأقربون أولى بالبر والإحسان من غيرهم، قال الله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. نكمل في بيان اعتناء الإسلام بالعلاقات الاجتماعية. جعل الإسلام الإنفاق على الأقارب من أعظم درجات الإنفاق وأفضلها. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله. أيضا
قدم الله تعالى النفقة على الوالدين وذوي القربى عن غيرهم، ومن أعظم برهم النفقة عليهم. نغلق هذا الهدف مع السؤال الثاني من أسئلة التقويم في كتابك المدرسة يا عزيز الطالب، الصفحة رقم 154. وجه النصوص الشرعية الآتية، بمعنى نبين وجه الدلالة من هذا النص الشرعي. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. وجه الدلالة المستفاد من هذه الآية الكريمة، أحسنتم أعزائي الطلاب، أفضل النفقة الإنفاق على الوالدين والأقربين. ننتقل إلى هدفنا الثاني من أهداف هذا الدرس في صفحة الكتاب 149، يوضح مفهوم النفقة على الأقارب. وضح عزيزي الطالب المقصود بالنفقة على الأقارب، وبحسب ماذا تكون هذه النفقة، وما الدليل على ذلك؟ فكر معي عزيزي الطالب واستعن بكتابك المدرسي. نعم، رائعين، أحسنتم. النفقة على الأقارب تعني توفير كل متطلبات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس ومبيت وصحة وتعليم، وتكون هذه النفقة على الأقارب بحسب قدرة المنفق وما زاد عن حاجته، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما الدليل على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فضل بمعنى زاد، فإن فضل عن أهلك شيء فللذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، أي تنفقه في وجوه الخير المتعددة. رواه ابن حبان. نغلق هذا الهدف مع السؤال الأول من أسئلة الكتاب المدرسي في الصفحة رقم 154، ما المقصود بالنفقة على الأقارب؟ هيا أعزائي الطلاب. نعم، بارك الله فيكم. النفقة على الأقارب تعني توفير كل متطلبات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس ومبيت وصحة وتعليم. نغلق هذا الهدف مع السؤال الثاني، وجه النصوص الشرعية الآتية في صفحة الكتاب 154، ونجيب هنا عن الفرع الثالث من السؤال، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فللذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. نعم، وجه الدلالة، رائعين طلاب الأعزاء. تكون النفقة على الأقارب بحسب قدرة المنفق وما زاد عن حاجته. ننتقل إلى الهدف الثالث في صفحة الكتاب 150، يستنبط فضل الإنفاق على الأقارب.
بداية نبين موقف الإسلام من النفقة على الأقارب. أحسنتم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على التكافل بين المسلمين. إذا اجتمعت صلة الرحم مع النفقة كان الأجر أكبر والفضيلة أعظم. ليس من البر ترك القريب وإهماله والإحسان إلى البعيد، فالأقربون أولى بالمعروف. أعزائي الطلاب، أحسنتم، رائعين. استنبط فضل الإنفاق على الأقارب. افتح كتابك المدرسي معي في الصفحة رقم 150، اقرأ النصوص الشرعية الآتية ثم استنتج منها فضل الإنفاق على الأقارب. أولاً، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. بيرحاء هي عبارة عن مساحة من الأرض مستقبلة قرابة المسجد النبوي مزروعة بالنخيل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظيم. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظيم. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. نعم، نستنتج ونستنبط فضلا من فضائل الإنفاق على الأقارب. أحسنتم، الحصول على البر وعظيم الأجر. ثانيا، عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. نستنبط فضلا من فضائل الإنفاق على الأقارب أعزائي الطلاب من هذا النص الشرعي. نعم، أحسنتم، مضاعفة الأجر والثواب عند الله تعالى. ننتقل إلى النص الشرعي الثالث، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. فكروا أعزائي الطلاب. نعم، أحسنتم، الحصول على أجر النفقة والصدقة معا. ننتقل إلى النص الرابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، أي تعتق فيه رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. نستنبط فضلا من فضائل الإنفاق من هذا الحديث النبوي الشريف، فكروا أعزائي الطلاب، رائعين، أنها أفضل الصدقة، أفضل أنواع الصدقة
تلك التي تتصدق وتنفق بها على أقاربك. نغلق هذا الهدف وننتقل إلى السؤال الخامس من أسئلة التقويم في الكتاب المدرسي في الصفحة رقم 155. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة إكس أمام العبارة الخاطئة. أولا، القريب المحتاج أولى بالزكاة والصدقات من البعيد الغريب. تذكروا وفقا لما درسنا، نعم العبارة صحيحة، أحسنتم. ثانيا، لا تقبل النفقة ولا يحفظ أجرها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى ورضاه. نعم هذه عبارة صحيحة، وسنأتي إلى بيان ذلك بإذن الله. ثالثا، النفقة على الأقارب تساوي الصدقة على الفقراء في الأجر. تذكر وفقا لما درسنا في الأدلة السابقة والنصوص الشرعية، فإنها تدل على أن أفضل النفقة ما ينفقها الإنسان على أقاربه، فهذه عبارة خاطئة، أحسنتم. رابعا، من أعظم البر إلى الوالدين النفقة عليهم. نعم هذه عبارة صحيحة. الغلق الختامي لهذا الدرس. وضح عزيز الطالب المقصود بالنفقة على الأقارب وبحسب ماذا تكون، وما الدليل على ذلك؟ نعم تذكروا، فكروا جيدا، أحسنتم، رائعين. النفقة على الأقارب تعني توفير كل متطلبات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس ومبيت وصحة وتعليم، أحسنتم. وبحسب ماذا تكون؟ تكون النفقة على الأقارب بحسب قدرة المنفق وما زاد عن حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فللذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. قلنا فهكذا وهكذا في وجوه الخير المتعددة. ما وجه الدلالة المستفاد من الآية الكريمة؟ قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. فكروا بوجه الدلالة أعزائي الطلاب. نعم أحسنتم، قدم الله تعالى النفقة على الوالدين وذوي القربى عن غيرهم، ومن أعظم برهم للوالدين النفقة عليهم. الواجب أعزائي الطلاب حل السؤال الأول والثاني من أسئلة التقويم في صفحة الكتاب رقم 154. انتهى الدرس لهذا اليوم أعزائي الطلاب، شاكرا لكم حسن إصغائكم، وإلى لقاء قريب بكم بحول الله تعالى. السلام عليكم.